تعلمت بأساس هذه اللي هي معايا هي اللي علمتني. الله يبارك. ايه لقيت مش كي نهار الاول كي جيت ما كنتش نعرف نخدم هذا ايه اول مره. هي كانوا عندها بصح مخبيتهم عليا ما وراتليش. ايه اي قالت لي كيش تخدمي؟ قلت لها بصح ما نعرفش. قالت لي تعرفي. ايه قعدت نخدم وحدي نخدم حتى جبت لي فاليزه تاع دوما توبي مخدومي. ايه قلت لها ما وريتي مش؟ قلت لي هذه بتولي تعرفي وحدك ايه نوريلكش انايا. علماتك من بعد علمتني غير بشويه وليت نطلع خري وحدي غير بشويه بشويه تعلمت اخر لي بوبي نخدم لي ماريونات. علمتني نخدم لي ماريونات. الله يبارك. اي ولي دخلت في السيرك فاني راني مع السيرك ايه وراني نخدم لي بشويه. وش وظيفتك في السيرك معاهم في الفرقة؟ اطول رجل واقصر امراه ايه وتزيدي تاني تعملي الدوما وتاع لي ماريونات ولي بوبي وتمكيل. ونماكي للسيرك. اه للسيرك. الله اي يبارك. انا نشوف النماذج اللي حاضرين معانا العرائس كلهم مزينين بالالبسه التقليديه. ايه انت كلهم تحبي هذه اللمسه زهره؟ انت حبه. ملي كنت صغيره متمنيه نخدم لي بوبي هكا بتاع ايه تصميم تقليدي. صعيب كي يكونوا تصميم مينياتور صعيب. مصغر. ايه تصميم صعيب شويه على ساعه باش تركز معاهم وكي كاين لازم لك يعني نخدم يوم إيه كما نقولوا زوج في النهار ولا معاهم شدوا اليد. اي شدوا اليد بيان سور باش يشدوا لك اليد باش تخدمي وتطلعي لي بوبي بالسيف. شحال عندك وانت مع هذه الفرقه زهره؟ عندي عام ونص.